سيد حمدي لمسه لابو تريكه، ابو تريكه والمهاره، عدى وفاد ابو تريكه المهاره، الباصه الجميله وليد سليمان والهدف، الهدف 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 جوه الجول، الهدف الاول، الهدف الاول، الفرحه الاولى للقلعه الحمراء للملك الاحمر. الله على المهاره، الله على الباصه، الله على الجمله، الله على باصه محمد ابو تريكه، والتحرك الرائع 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 من وليد سليمان يحطها جميله جدا عشان يسجل الهدف الاول وهدف التقدم وهدف الفرحه الاولى للنادي الاهلي في الدقيقه كام؟ ده في الدقيقه 40 من زمن الشوط الاول. الاهلي وصل مرتين، الاهلي وصل مرتين طوال الشوط الاول لمنطقه جزاء ليبار، اول مره في الدقيقه 38 وكانت هجمه وابو تريكه ولكن طلعها دفاع فريق ليبار، والهجمه الثانيه كانت في الدقيقه 40 من باصه غير عاديه سحريه بقدم ابو تريكه، والتحرك كان غير عادي يفوق الوصف والخيال من لعيب ممتاز اسمه وليد سليمان عشان يهز الشباك هز ويسجل الهدف الاول وهدف التقدم للنادي الاهلي في الدقيقه 40 من زمن الشوط الاول.